الروسين من مدينة طنجة. معنا الميك اب اللي غني عن التعريف اللي غادي يهضر على الميك اب اللي عمل العروس واللي عمل طبعا العائلة العروس او العريس. اهلا وسهلا، بعد عرفنا بك. طبعا اليوم حاضر في هذا العرس الخيري مساهما فيه. انا من اي فرصه كتجي ندير شي مناسبه ولا اي عرس بعد مثلا تكون مع دابا ولا ما كاين حتى شي مشكل صافي على خاص. طبعا هذه نموذج من النماذج اللي حطيت في الميك اب. وحاليا الماكياج كما كتشوفوا الصحه الاخرانيه اكبر ماكياج كونتورينغ ولا ماكياج فيو، يعني ملي كندير واحد الماكياج كما كتشوفوا بلي انه كيتماشى مع جميع الناس، ولكن هذا ما يعنيش على انه الميك اب. كنشوفوا لا فورم ديال العين كيفاش هي دايره، لا فورم ديال العين هي اللي كتفرض علينا النوعيه ديال الماكياج اللي حنا خاصنا نديرو. ما يمكنش مثلا واحد العين فيها مشكل وغادي ندير لها واحد الماكياج اللي ما غايجيش معاها، غنولي كنطيح انا في مشكل. وكتشوفوا انني كنخلي حتى في لوتان ديالها سوف البلايص اللي انني خاصني نعطيهم الاضاءه، عطيتهم الاضاءه البلايص اللي خاصني نخليهم يكون فيهم العين ديالها سيرفي صعيبة كما كتشوف انها صغيرة ومبطانة، حاولت انني نخدم على ديك التبطينة انني نخدم بها ما تبانش، البلايص اللي عندها ما تتبانش كما كتشوف هنايا، حاولت نعطيها كل البلايص باش على انه يبرز لي ديك البلاصة اللي هي مختفية، يعني كون درت لها سموكي كان ما كيجيش. نحتاج على هذا الستيل ديال الميك اب اللي كنسميو الكات كريس، كيجي افضل في هذه النوعية ديالها. طبعا المحل ديالكم فين كاين؟ انا عندي محل في الرباط، ولكن فيما تيعيطوا على الجروب ديال الفيسبوك دير بلاصه معاهم في اي بلاصه، اوكي نعيطوا عليهم ولا نعيطوا ولا نعيطوا عليهم من الرباط. طبعا يعني كتشتغل مع كلشي فنانه مؤخرا اللي ترا كتبدي في ليدمو، يعني داس الناس مع العراقي، وانا اللي باغي ندير انا الستيليس طبعا جاو بزاف ديال هذا، خدمنا كل جروب كل واحد تكلف 4 5 ديال هذا، انا تكلفت 4 5 ديال هذا، طبعا انا كنت كنخدم ديالك ماشي معايا تجيب معايا ذاك ايميل بعد مرات كنجيب على حسب، إلا كان عندي بزاف راه كنمشي، دابا بحكم ما عندي العروسة وخدمت غير 4 ديال الناس، صافي أنا محمد راه كافي. مرحبا بك، مازال كنشكر القناة ديالك.